أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الثاني من شهر حزيران جون من عام 2021؟ عزيزي الدلو، بدك تنتبه من بعض الاشتباكات أو المواجهات بأول الأسبوع وما تعطي ثقة لناس ما بتعرفون. انتبه، يمكن يقدم لك حدا عرض يكون مغري بالظاهر، كون حذر وانتظر لتاريخ 9 أو 10، يعني 4/9 و5/10 حتى تاخذ القرار. بيكون مزاجك جيد واستعداداتك الذهنية ممتازة. بتدعمك الأفلاك بهالفترة حتى تحقق أداء جيد بمجال أنت تتقنه بشكل كتير خاص، أو حتى تتوصل لاتفاق إذا كنت عم بتمارس عمل حر أو كنت مسؤول عن مؤسسة. من الممكن أنه تنتظر جديد كتير مرضي على الصعيد العاطفي بين يوم الجمعة 11 ويوم السبت 12، أو تهتم بقضية عائلية إلى علاقة بإرث أو مكتسبات أو قسمة ممتلكات بين الجمعة 11 والأحد 13. تستفيد من حوار بيطرق بحياتك الحميمة، ويمكن تصغي لنصيحة ثمينة جدا ابتداء من هلأ. بيحصل أمر مهم بحياتك الشخصية كزواج أو ولادة أو انتقال إلى بيت جديد أو سفر أو هجرة أو ما شابه. بتهتم كمان بشأن مادي بخص الزوج أو الزوجة أو الحبيب أو الحبيبة. كن حذر جدا ابتداء من يوم الاثنين 14، وجمعة الجاي بخبرك ليش.